السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. معاكم مستر احمد عبد الباسط. طبعا انا طالع عشان اقدم شكر خاص لشركة بوشر الشتة فعالية على رسوم دكتور اشرف البرعي، وحابب ان هم اقول ان هم شركة جميلة ومحترمة جدا. طبعا لما انا نويت اشتري شاشة اتواصل معايا حد من فريق التسويق وتواصلت معاهم. طبعا انا كان عندي فكرة ان البروفيسن دي من اعلى الشاشات في السوق وكده، بس طبعا نصحني ان انا اخد شاشة سمارت. فاول مرة اتعاملت معايا خدت شاشة سمارت، طبعا الشاشة سمارت حقيقة عالية جدا جدا جدا. تاني تعامل ليا خدت الشاشة دي، طبعا اسمها فيو سونيك، طبعا دي يعني لا تقل عن السمارت، ما اللي بتساوي السمارت بقى بتاعتها. الناس مش فاهمه يعني ايه في سينك او سمارت مع الشاشات التانية زي البروميسر شات اللي هي النوع الشعب التاني، يعني زي ما تكون بتتعامل مع مثلا تليفون انفينكس او اوبو، دي حاجات شعبيه مثلا، او بتتعامل مع نظام الاي او اس مثلا في الايفون او معاك ايباد او الحاجات اللي زي كده، حاجات عاليه يعني بيبقى فرق السعر عالي، بس طبعا انت بتشتري حاجه تريحك اللي بعد كده. طبعا خدت منه الشاشه السمارت، فاول تعامل الشاشه التانية دي ان شاء الله اللي هي الفي سينك، عشان طبعا بجهز استوديو للتصوير، ساعدوني في الاضاءه ان انا اعمل اضاءه كويسه، ساعدوني كمان في البروم وفي تركيب البروم والخلفيات والحاجات اللي زي كده. طبعا وفي الحته دي بقى مش انسى الاستاذ خالد الاشقر، طبعا اللي هو مسؤول الدعم الفني في شركه بوشرى التفاعليه، طبعا دايما تعبينه معانا اي استشاره طبعا خاصه بالمونتاج او التصوير او التركيبات او القصه دي، طبعا بيكون متواصل معانا، فحب اوجه له الشكر وشكر خاص جدا. بكرر الشكر للدكتور اشرف البرعي معانا، وفي خلال الفتره الاخيره طبعا اضاف تعديلات كتيره جدا للشركه ومن خلال خدمته عمل القصه ديت، فالتعامل بيجي اريح واسهل من الاول. طبعا التعامل الثاني كان اسهل من التعامل من الاولاني. عشان ما اطولش عليكم، لو اي حد هيشتري شاشه تفاعليه خليك في سمارت، خليك في نيو في سونيك، طبعا هتصرف في الاول بس طبعا هترتاح، وخليك مع شركه بشرى يعني هم ممكن احسن حد تعمل معاهم في الشاشه التفاعليه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.